السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده نيفيديا عاملة حاجة، مجرد ان انت تكتب تكست يحول لك التكست ده لفيديو مش لصورة. ده مثلا الحيوان دوت بيعزف على البيانو في الغابة، مجرد كتبت التكست تلاقي لك الفيديو الجميل دوت. ده مجرد كتبت له اكتب لي بس شروق الشمس وكده عمل لك الفيديو الجميل دوت. تخيل فايروركس، كتبت فايروركس يطلع لك الشكل الجميل ده. يعني الفيديوهات كلها هتتعمل مجرد تكست. يعني كنا مبهرين بالصور، لا ده بقى في فيديو، تقول له انا عايز فيديو كذا خلاص يعملك الفيديو على طول. وامثله كتيره جدا. تمام، دي الورقه اللي منشوره في البحث دوت. بص كميه الصور الرهيبه. طبعا شركة نيفيديا من الشركات العملاقة بتاعت كروت الشاشة، عاملة شغل كبار. يعني بدل ما تروح لشركة متخصصة، ده مجرد بس تكتب كده انت بتفكر في ايه يطلع لك الفيديو بشكل دوت. صور فعلا خيالية، لو كنا حاولنا نعملها بالطرق التقليدية ممكن تكلف كتير جدا. تخيل الدب دوت مثلا، مجرد كتب له الوصف راح اعمل له الدب اللي هو بيعزف على الجيتار. طبعا هما بيدوله صور كتير عشان يتدرب عليها عشان يطلع لك حاجات بالشكل دوت. تعال نشوف المبنى ده يعمل فيه ايه. ده في حركة اهي حول المبنى. سبحان الله، ده ورقة البيبر هبسمها لكم أسفل الفيديو اللي عايز يقرأها ويتعلم منها إن شاء الله.